طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من الموقع أو من المصدر أونلاين: ميليشيا الحوثي تدفن مختطفا توفي تحت التعذيب دون علم أسرته. ومن صحيفة لوفيغارو الفرنسية: الكونغرس يفشل في إجبار ترامب على وقف التدخل العسكري في اليمن. ومن أخبارنا المنوعة: محكمة أمريكية تعاقب مواطنة رفضت تأجير محلها التجاري لمسلم. أهلا بكم بقى. والبداية من الموقع بوست، والذي تحدث عن حدود عمان الملتهبة مع اليمن. يقول الموقع إن الحرب في اليمن فتحت الباب على مصراعيه أمام حالة من الاستياء الشعبي والمنافسة الإقليمية في محافظة المهر العالقة، في خضم لعبة من ثلاثة أطراف: السعودية والإماراتيين أو السعوديين والإماراتيين والعمانيين. لم تصل بعد سهام الحرب إلى محافظة المهر اليمنية الواقعة على حدود عمان، بيد أن السعودية مثلما فعلت عمان لتعزيز نفوذها بدأت بدعم كبير أو بدعم عدد كبير من قبائل المهرة لكسب ولائهم، ما أدى إلى انقسامات مجتمعية كبيرة داخل المجتمع القبلي المحلي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. هذا الدعم لا يقتصر على المجال المالي، بل يتعداه ليطال المجال العسكري، فقد أصبح تمدد الجماعات القبلية المسلحة سمة جديدة في المهرة في ضوء المنافسة السعودية الإماراتية العمانية غير المباشر على النفوذ في هذه المنطقة. بعد أشهر قليلة على بدء التدخل العسكري في اليمن، بدأ الإماراتيون بالتواجد في محافظة المهرة، ففي عام 2015 تولت الإمارات تدريب نحو 2500 مجند جديد من سكان المحافظة، برغم التقارير التي أفادت عن تعذر إنشائهم قوة من النخبة بسبب التمنع القبلي. وتعتبر السلطنة أن الوجود الإماراتي على حدودها مع اليمن غير مبرر، فالبلدان منقسمان حول عدة مسائل أهمها الحدود، ولا سيما بعدما اتهمت عمان أبوظبي بالتخطيط لإنقلاب للإطاحة بالسلطان أو بالسلطنة أو بالسلطان قابوس، وهو ما نفته الإمارات حينها. للحرب أوجه ومآرب مختلفة، هكذا يقول الكاتب محمد علي محسن ويضيف في مقاله المنشور بالموقع بوست. ليست حربا بالمطلق بين الجنوب والشمال، كما وليست سياسية دينية أو جغرافية تاريخية أو مجتمعية طائفية، فالحرب في اليمن لها أكثر من وجه وأكثر من بعد وأكثر من محفز ورافعة. الجماعة الحوثية عمدت ومنذ دحرها من محافظات جنوبية إلى الاستماتة عند تخوم الحدود الشطرية السابقة، فمن جهة تقدم ذاتها للخارج بكونها الوريثة الشرعية لحكم محافظات الشمال في حال ذهبت الحرب إلى ما هو أبعد من التقسيم وفرض الأمر الواقع، ومن ناحية ثانية تسوق نفسها داخليا باعتبارها حامية حما ما تبقى في مساحة الشمال من دولة ونظام وتاريخ وهوية، وأيضا من كرامة وممانعة لكل الممارسات الخاطئة من الجنوبين أو الشرعية أو التحالف. فإذا ما سقطت أو ضعفت جبهتها الداخلية، عثرت لها في المخزون البشري الكبير قوة استدامة لأجل معركتها المصيرية التي هي في الأساس معركة وجودية ثورية تاريخية دينية، ولا تقتصر على اليمن وجغرافيته، وإنما تمتد للإقليم والعالم، أياً يكن خلافنا مع الشرعية أو التحالف أو المقاومة، وبكل مسمياتها تبقى الحرب بين طرفين: سلطة شرعية مسنودة بمقاومة وجيش وتحالف، وبين سلطة غير شرعية تم فرضها بانقلاب عسكري استولى على الدولة ومقدراتها ومؤسساتها بقوة السلاح. ومن يظن أنها بين شطرين فهو إما ساذج أو جاهل، وإما أنه خبيث وماكر. فالساذج يستخف بالدم النازف، وفي أكثر من جبهة قتال في الحديدة أو المخا أو الجوف أو صعدة أو مريس أو العود أو سواها، كما والخبيث يمنح الخصم قوة دفع لم تكن بحسبانه. فعلاوة عن عامل البشر، هناك عامل الأرض، والاثنان معا بدلا من أن يكونا في جبهة الشرعية وحلفائها سيصيران في جبهة الجماعة الحوثية وأتباعها، وهذا بالضبط ما تريده وتراهن عليه الأخيرة. يحاول الحوثيون فرض وتطبيع الحالة الشيعية في المجتمع اليمني ذي المذاهب المتعددة والمعتدلة، حيث تقول قناة بلقيس إنهم يجاهرون بمظاهر التشييع في مناطق سيطرتهم
ويمررون من خلال مناسباتهم أفكارا دخيلة على المجتمع، منها يوم الغدير والمولد النبوي ويوم القدس ويوم عاشوراء أو ما يطلق عليه بمذبحة كربلاء. وقد انتشرت خلال الفترة الماضية مقاطع مصورة لأنصار الجماعة وهم يضربون على رؤوسهم ويصرخون بالبكاء، وتلك المظاهر ليست حتى جزءا من الهوية الزيدية المنتشرة في بعض مناطق شمال اليمن، بل وتتناقض معها. ويرجع الباحث في شؤون الجماعات الدينية نبيل البكيري أسباب تصاعد هذه المظاهر أو الظاهرة إلى إطالة أمد الحرب في اليمن، والتي قال إنها ساهمت في وصول المشهد الشيعي ومكنت جماعة الحوثي من نشر أفكارها وتجنيدها من خلال المؤسسات التربوية والمناهج والعمل المجتمعي. ويضيف البكيري في حديثه لبلقيس: نحن أمام إشكالية خطيرة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وهي مناطق يعاد تشكيل هويتها وسلوكياتها وذهنيتها وثقافتها وفقا لمنظومة عصبوية وطائفية، وبناء على نموذج المظلومية التاريخية التي تنتج أفكارا متطرفة. انتهاكات ميليشيا الحوثي لا تنتهي، خاصة تلك المتعلقة بالمختطفين. موقع المصدر نقل عن منظمة حقوقية قولها أن ميليشيا الحوثي قامت بدفن جثة شاب معتقل توفي تحت التعذيب دون علم أسرته. منظمة سام للحقوق والحريات في بيان صدر عنها وحصل عليها المصدر أونلاين قالت إن الباحث عادل الزواري توفي تحت التعذيب في 22 من أغسطس 2016، وعثر على جثمانه مرميا قرب مستشفى الشرطة في صنعاء، ورفضت الميليشيا تسليم جثمانه لأهله طوال المدة الماضية إلا بفدية باهظة. وبحسب منظمة سام فإن ميليشيا الحوثي دفنت جثمان الزوعري في مقبرة الحافة بشارع النصر شمال شرقية صنعاء دون القيام بإجراءات التشييع المعتادة، ولم يصلي عليه سوى شخصين يعملان في حراسة المقبرة. تقول المنظمة أيضا إن أسرة الزوعري تعرضت لاعتداء من قبل أحد المشرفين الحوثيين في مستشفى الشرطة عند استفسارهم عن جثة قريبهم، وهددوهم بتفجير منزلهم. الزوعري حاصل على شهادة الماجستير في الفقه الإسلامي، وكان بصدد العمل على إنجاز بحث علمي لنيل درجة الدكتوراه، وله مقالات مهجورة مناوئة للفكر الإيراني الذي يتبناه الحوثيون. يقول الكاتب دينيس روس في موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الولايات المتحدة والسعودية لا يمكن أن تنفصلا، ويبرر عنوانه هذا بالقول أيضا: على مر التاريخ غض الرؤساء الأمريكيون الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء الطرف عن السياسات المحلية القمعية في السعودية مقابل ضمان استقرار سوق النفط، واليوم ثمة أمران مختلفان. أولاً، هناك إجماع كبير في الكونغرس على أن السعوديين تجاوزوا الحدود، وأن حماية الإدارة الأمريكية لهم ليس أمراً صائباً بكل بساطة. وثانياً، تعتمد الولايات المتحدة بشكل متزايد على الطاقة وتشتري القليل من النفط السعودي، مما يجعل الكثيرين في الكونغرس يعتقدون أن الأسهم الأمريكية في السعودية أصبحت أدنى بكثير من السابق. الأسلحة والبنية التحتية والتدريبات العسكرية السعودية تعتمد كلها على الدعم العسكري الأمريكي، وتقيم الغالبية الساحقة من الطلاب وأعضاء الأسر المرسلين إلى الخارج، والبالغ عددهم 190 ألفاً في الولايات المتحدة، وهم يعودون حاملين معهم شعوراً طبيعياً بالتعلق بأمريكا. وخير مثال على ذلك هو أن معظم وزراء الحكومة في المملكة الذين يبلغ عددهم أكثر من 30 وزيراً تخرجوا من جامعات أمريكية. وعلى المنوال نفسه، ما مدى سهولة الأمر بالنسبة للولايات المتحدة في تجنبها السعودية حقاً؟ فحتى لو قلل الأمريكيون من شأن التبعات الأمنية، وهو ما لا يجوز أن يحصل، هل هم مستعدون لإيقاف السعوديين عن الإصرار على إجراء كافة العمليات التجارية النفطية بالدولار؟ وفي حين أنه ليس من المصلحة الوطنية لأي طرف تجنب الآخر، تكمن المسألة في كيفية قيام كل منهما بإدارة العلاقة حالياً. فلا بد من أن تكون إدارة ترامب صادقة مع الكونغرس والسعوديين وتقول: سنبقى ملتزمين بالأمن السعودي وبالاستثمار في الجهد الذي تبذله المملكة لتحويل البلاد، بينما نوضح أننا سننتقد ما نعتقد أنه خطأ، فقتل المنشقين وتحدي المعايير العالمية له عواقب. إن قواعد لاس فيغاس لا تنطبق على الشرق الأوسط، فما يحصل هناك لا يبقى هناك، وسواء شئنا أم أبينا سيكون لسياسات السعوديين أثر كبير على ما يصاغ في الشرق الأوسط، ولا تستطيع الولايات المتحدة إهمالها.
الصحيفة الفرنسية لوفيغارو في الشأن اليمني قالت: تصويت الكونغرس فشل في إجبار ترامب على وقف التدخل العسكري في اليمن. دونالد ترامب اعترض على قرار الكونغرس الصادر في 16 أبريل، والذي طالب الرئيس بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية في اليمن باستثناء عمليات القاعدة. احتاج معارضو الدعم العسكري الأمريكي في هذا الصراع إلى أغلبية الثلثين، أي 67 صوتا في مجلس الشيوخ لتجاوز حق النقد للرئيس الجمهوري، لكن 53 فقط من أعضاء مجلس الشيوخ صوت لصالح القرار مقابل 45 ضده. أخيرا، تبنى الكونغرس النص في أوائل أبريل بعد جمع ما يكفي من الدعم في قلب الأغلبية الجمهورية، وهم 7 أعضاء في مجلس الشيوخ لعبور حاجز مجلس الشيوخ، لكن ترامب استخدم الفيتو في نقض القرار منددا بالمحاولة غير المجدية والخطيرة بحسب تعبيره لإضعاف السلطات الدستورية، مما يعرض حياة جنود ومواطني الولايات المتحدة للخطر. إيران ومأزق هرمز. تحت هذا العنوان كتب راجح الخوري مقاله في الشرق الأوسط، وقال فيه: مسلسل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز يذكرنا دائما بمسلسل الإنذارات التي كانت تواجهها الصين إلى الولايات المتحدة في الستينيات، والتي تجاوز عددها المئات، لكن ذلك لن يغير شيئا من الواقع المتأزم الذي يضع النظام الإيراني الآن أمام خيارين خانقين: إما الاندفاع في التصعيد ومحاولة تعطيل الملاحة في هرمز الذي تعبره نسبة 40% من احتياجات الطاقة، بما قد يشل دورة الصناعية الدولية، وهما سيحشد العالم تاليا إلى جانب الرئيس دونالد ترامب ويتسبب بحرب لا قدرة إيرانية عليها، وهي تعاني من أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة، وإما التروي والهدوء وتفضيل الكحل على العمى عبر الاستجابة لدعوة ترامب والعودة إلى التفاوض على اتفاق جديد وبشروطه الـ12، منها الانسحاب من سوريا ووقف دعم الميليشيات المسلحة وفي مقدمتها حزب الله ووقف تدخلاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، إضافة إلى البنود المتعلقة بالموضوع النووي. وسط كل هذا الجو المشحون، تحاول الإطفائية العمانية من جديد أن تجد مخرجاً يحول دون انفجار الوضع، وتتحدث أوساط دبلوماسية غربية في بيروت عن مفاوضات بدأت سراً على مستوى أمني بين عسكريين من الأمريكيين والإيرانيين في عمان للحيلولة دون الانزلاق في خطوة ناقصة تشعل حرباً واسعة تبدو كل الظروف مهيئة لها، ولن يكون في وسع النظام الإيراني أن يواجهها. رفضت حكومة ولاية كوينز الأسترالية مشروعاً كانت تنوي شركة هندية إقامته بالولاية وتقدر قيمته بالمليارات أو بمليارات الدولارات، والسبب كما ورد بموقع دي دبليو: طائر أسترالي صغير مهدد بالانقراض. حكومة الولاية أبلغت شركة أداني الهندية العملاقة للتعدين أنها رفضت مخططها، وذلك لحماية طائر الحسون ذو الرقبة السوداء النادر المهدد بالانقراض. فالمخطط البيئي لحماية الطائر النادر الذي أرفقته الشركة في طلبها غير كاف، وكانت الشركة الهندية تخطط لإقامة منجم كارماكالي الضخم لاستخراج الفحم في منطقة حوض جاليلي بولاية كوينزلاند الأسترالية. ويعيش الطائر النادر في أجزاء من ولاية كوينزلاند، إلا أن أعداده تتناقص بنسبة نحو 80% خلال العقود الأخيرة بسبب انكماش أماكن معيشته وزيادة كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية في المناطق التي يعيش فيها. تقول صحيفة القدس العربي إن محكمة أمريكية حكمت على صاحبة محل تجاري بدفع غرامة تبلغ 675,000 دولار كتعويض لرفضها تأجير محلها لمسلم بدوافع عنصرية. المحكمة عاقبت الأمريكية كاتينا جاتشيس من مدينة دنفر بولاية كولورادو بدفع غرامة كبيرة كتعويض لرفضها تأجير رشاد خان من بنغلاديش محلا تجاريا كانت تعتزم تأجيره بعد أن علمت أنه مسلم. رشاد خان قال إن جاتشيس قالت عبر الهاتف لوصيت بينهما بأن لديها مشكلة تجاه المسلمين القادمين من الشرق الأوسط وتريد مستأجرا أمريكيا أبيض، لكن الوسيط سجل المكالمة على الهاتف لتستخدم دليلا في المحكمة. جولتنا المصورة لهذا اليوم توثقها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف لأحداث متنوعة من مختلف أنحاء العالم إلى الصور.
الأحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا، قدمها لنا رسام الكاريكاتور. نتابع. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.